بنشوف في حياة كريمة، بنشوف في المشروعات المبادرات الرئاسية زي مبادرة الفيروس سي أو 100 مليون صحة، شباب صغير بأجهزة كمبيوتر متصلة بقاعدة معلومات خلصوا 100 مليون صحة، فحصوا ملايين المصريين في سنة في الوقت اللي كانت المستشفيات يعني المبادرة دي ليه أنا ما طبقهاش كمبادرة قادرة؟ هو لازم يبقى صح بي 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 برعاية الرئيس. لكن الفيروس سي اللي مصر قضت عليه في دول أكتر تقدما مننا وأغنى مننا ما قدرتش تعمل ده، وأنا عملته بالمجان لأغلب الناس. المبادرات دي مش معمولة، معمولة ونجحت. ليه أنا كوزارة صحة ما أخدش المبادرة دي وأدرسها وأحولها لإدارة؟ هي فكرة إن كل وزارة لازم يكون لديها استراتيجية. عدد قليل من الموظفين لديهم كواليفيكيشن كويس، متعلمين كويس، وده موجودين شباب بيشتغل على الكمبيوتر وعلى البرامج وبيعمل برامج وبرمجة وديفلوبينج وتطوير. الشباب دول أنا أوظفهم، هكسب منهم شغل وهكسب منهم كمان خبرة، إنه التكنولوجيا أصبحت خادم للإنسان، والذكاء الاصطناعي النهاردة وغيره. ليه أنا ما أنزلش البحر ده؟ ودايما الرئيس على فكرة كلم، عشان كده أنا بقول عاوزين الحكومة تبقى بسرعة الرئيس، مش ملامة على الحكومة، لكن كمان النهاردة في عصر اتصالات في سوشيال ميديا، مش هقولك الوزير يتفرغ، بس على الأقل يبقى عنده إدارة زي ما انت قلتي، الاعلامي او الصحفي، وانا في النهايه عاوز المعلومه عشان اقدر اتكلم، اقدر اتكلم مع الناس، وانت تقدري تتفاعلي وتقدري تطرحي الاسئله وتقلل الشائعات، تنهي الشائعات، يعني الردود على الشائعات اللي حصلت.